شيء مضحك، طلبوا مني ضمان انه اوقع لهم على صك انه هل انه اني اقدر ارجع البنية اذا اخذتها يوم يومين لو لا. اما في الانبار اجبروه للتوقيع على صك لضمان اعادته لابنه. يعني ما انه بس الاب يشوفه بالمحكمه، والبيبي ما لها حق، والعمه ما لها حق، يعني شلون الله يقبلها؟ يعني لا العمه تشوفها ولا الاب يشوفها، ما يصير. لازم والله نطلب من الحكومه ومن اي انه يعدلون القانون 57 ويرحمون بحال الطفل، مو بس احنا، مو بس الطفل، لازم يشوف عمته، لازم يشوف بيبيته. الله أكبر، ما يصير هيجي. فنتمنى أنه من 7 سنين أو 10 سنين يطول الأبو، أو مثلا كل 10 أيام بالشهر مثلا تظل يمنا. يعني ما يصير لا بالمحكمة يخلونا نشوف ولا بالبيت يخلونا تيجي، ما يصير. كاب لطفلة عمرها 5 سنوات حاليا، أنا حرمت منها حتى أثناء قيام الزوجية، يعني قبل طلاقي من طليقتي. ما أقدر أشوف بنتي أثناء فترة، حتى إذا كان زعل بسيط، أنا ما يحق لي أشوف بنتي إلا أقيم دعوة بالمحكمة، يسمى دعوة مشاهدة. السادة القضاة والمحامين المختصين يعرفوها، أقيم دعوة مشاهدة في أثناء قيام الزوجية. هذه العبارة في مادة، في المادة 57، إنه الأم أحق بالحضانة أثناء قيام الزوجية وبعد الفرقة، أعطت سلاح فتاك بيد المرأة. مجرد أول دعوة تصير بين الخلاف ينشأ مسألة طبيعية، لكن من يدخل بها دعوة ومحكمة الخلاف يتطور يتجه للطلاق. فأنا واحدة من الأسباب اللي دعتني إنه أنفصل وأطلق، هو إنه جبرت على إنه أنا أشاهد بنتي بالمحكمة، جبرت على إنه أنحرم بنتي لفترة طويلة، لأنه أنا بصراحة تخليت عن إنه أنا يعني انه اشوف بنتي داخل المحكمه. ما قبلت اجي بنتي المحكمه، تركتها فتره طويله انا ما شايفها. مع العلم كنت اعرض عليهم انه انا اجيبها، وكنت حتى طلبوا مني، يعني شيء مضحك، طلبوا مني ضمان انه اوقع لهم على صك انه هل انه انا اقدر ارجع البنيه اذا اخذتها يوم يومين لو لا. وافقت انه اوقع على صك بالمبلغ اللي يريدوا. بعدين ايضا تخلفوا عن هذا الموضوع، لانه الهدف الاساسي كان حرماني بأي طريقة. سقطت كل الحجج لكنه ما نجحت. الحمد لله بعد إصدار مجلس القضاء الأعلى لتعميم بزيادة عدد الساعات وأيضا زيادة عدد المرات المشاهدة خلال الشهر وإخراج الطفل خارج حدود المحكمة، بدأت الآن أنه أنا أشوف بنتي خارج حدود المحكمة، مرات أجيبها يمي اصطحاب. والحمد لله نتأمل إن شاء الله ننجح بتعديل مادة 57 للمحافظة على وحدة الأسرة العراقية.